لأنه لما أنت تطلع على 52,000 فحص، هذول included طلاب اللي بنفحصهم 52,000. هلا يا سيدي أنا لأنه التفشي موجود، إحنا في الموجي. هلا لو أفحص فرضا مثلا 70,000، راحت النسبة الإيجابية 12 يعني، معناته أنا في عندي تفشي. لكن أنا بتطلع على أسس أخرى، إحنا اتفقنا أن الطلاب ما بدخلوا مستشفيات، بيحملوا الفيروس، بيعملوا بينقلوا، قد يكونوا سبب لكذا، لكن هم نسبة التطعيم أقل ما يمكن، يعني وصلت بجرعة أولى 11% من المليونين اللي بنحكي عليهم. خلينا نقول مش من المليونين، من 1,300,000 اللي هو سن التطعيم عندنا 12 سنة. طيب 12 سنة ل 17 مليون 300، يعني انت فكل هذه عوامل بتساعد. هلا ما راح ينزلوا كاملة، لكن راح ينزل جزء منهم تدريجيا، يعني لم يتعرضوا كمية. اذا لم يتعرضوا انه يكون في عندهم اصابات، او لو الفحوصات العشوائيه لم تصلهم، ما بتصلهم، بتصل اعمار من كل المختلف، يعني نسب في كل المختلف الاعمار، فمعناته راح ينزلوا جزئيا، لكن مش ينزلوا كلهم. ليش ينزلوا؟ وبعدين احنا اذا وصلنا يا سيدي، وهي 8/12 اعتقد الامتحانات، بدايه الامتحانات. طيب يعني احنا بنقول الذروه قد تنتهي ب 20 و20 تنتهي المدارس موجود شهر 12 ممكن. اسالك سؤال جاوب يعني بصراحه، شهر 12 ممكن تنزل الارقام برايك الشخصي؟ شهر 12 تنزل الارقام في نهايته؟ بدها تنزل نهايته، يعني كل شهر 12 شهر عصيب وبائيا. اكيد شهر 12 شهر عصيب وبائي. بعدين 1/12 لما انا اجي اقول بدي اسبوعين لثلاث عشان توصل الذروه، هي مصادفه، وبجوز هذا ترتيب من التربيه، انه احنا مثلا كانت الارقام عاليه وبعدين الاجازه اجت فيها، يعني راح تكون في نهايه 12 اكيد راح تنزل الارقام، سواء في طلبي ولا ما فيش. طيب الناطق اعلامي باسم وزاره التعليم العالي الاستاذ مهند الخطيب، مساء الخير. يسعد مساك اخي محمد، ومساء الخير للاخوه الضيوف ولجميع المشاهدين. أستاذ مهند، بداية كم عدد الإصابات التي سجلت اليوم في الجامعات بين الهيئات التدريسية والطلبة؟ سيدي احنا ما بنتابع الأعداد بشكل يومي حقيقة، لأنه هذه الأعداد ليست كبيرة، ولكن نحن نتابعها بشكل أسبوعي. آخر عدد تراكمي تم تسجيله منذ بدء التدريس في الجامعات الرسمية بتاريخ 10/10 حتى تاريخ يوم أمس الثلاثاء 2,515 إصابة في جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة، وهذا العدد نحن نتحدث عن عدد تراكمي، بمعنى أن هناك جزء كبير من هذا العدد تشافى وعاد إلى الحرم الجامعي. أستاذ مهند، هذا منذ بداية العودة للتعليم الوجاهي في الجامعات؟ نعم صحيح. 2,515 حالة تشمل الكوادر التعليمية؟ تشمل أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة. هذا العدد 2,515 من أصل 377,000 عضو هيئة التدريس وإداري وطالب على مقاعد الدراسة، بمعنى أن نسبة الإصابة حتى تاريخ اليوم لا تتجاوز 6%. طيب هل لمستم في الأيام الأخيرة ازديادا في عدد الإصابات ما بين الكوادر التعليمية والهيئة التدريسية والإدارية والطلبة؟ لا حقيقة، هي الزيادات كانت أستاذ محمد 516 إصابة، ارتفعت إلى 1,721 إصابة، وصلت إلى 2,515 الإصابات. حقيقة أنا برأيي إنها يعني عدد بسيط جدا مقارنة بالأعداد الكبيرة المتواجدة داخل الحرم الجامعي، وهذا الأمر يعود في الفضل الله سبحانه وتعالى ثم إلى أنه نسبة التطعيم حاليا وفق آخر إحصائية تم إجراءها يوم أمس تجاوزت 91% من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة حصلوا على المطعوم بجرعتين.